ولتفاصيل أكثر معنا من الأخبار الشمالية مراسل قناة المملكة أسامة المومني. أهلا بك أسامة. أسامة، يعني ما الذي حدث وأيضا كيف هي حالة من أصيب ونقل إلى المستشفى؟ نعم، يعني بالفعل نتواجد الآن في مستشفى أبو عبيدة في الولاية الغوار الشمالية، حيث وصل عدد الحالات المستقبلة في المستشفى إلى 38 حالة. حالات يعني الطالبات التي وصلت إلى المستشفى وصفت ما بين المتوسطة والحسنة. القصة بدأت يوم أمس عند وصول 5 طالبات إلى المستشفى، وتم إدخالهم، بينهم حالة أدخلت إلى وحدة العناية المركزة بحسب الأهالي وعائلة الطالبة الذين قالوا بأن يعني تم إدخالها إلى وحدة العناية المركزة ومن ثم إخراجها إلى وحدة المراقبة. صباح اليوم وعند عودة الدوام المدرسي يعني أسعف الدفاع المدني قرابة 30 شخصا مجددا، ومن ثم وصل إلى المستشفى 3 طالبات من الذين أصيبوا بيعني اختناق جراء وجود مادة سامة وما يعرف بمبيد حشري تم وضعه في بيوت بلاستيكية مجاورة، وذلك بحسب ما نقل يعني مصدر أمني للمملكة. المصدر الأمني رجح بأن نشر المادة والمبيد الحشري والمادة الغازية والتي تنشر مع المياه لتعقيم البيوت البلاستيكية أدت إلى وجود حالات الاختناق، وقامت على الفور مديرية الأمن العام بتعقيم المدرسة ومحيط المدرسة ووجود آليات ومختصين لتعقيم المدرسة ومحاولة يعني للسيطرة ومنع وجود حالات تسمم إضافية في المدرسة. أهالي المدرسة تساءلوا عن سبب وجود الحالات فقط داخل المدرسة، ولماذا لم يصل التسمم أو حالات الاختناق إلى المنازل المجاورة. نتحدث أكثر الآن عن الحالة الصحية للطالبات، يعني ينضم إلينا الدكتور مؤيد شكور مدير مستشفى أبو عبيدة. مرحبا بك دكتور. بداية، كيف هي الحالة الصحية للطالبات وما الإجراء الطبي المتبع؟ معظم حالات الطالبات بحالة صحية حسنة الحمد لله إن شاء الله. بالنسبة لحالات البنات، احنا تفاجأنا يوم أمس ما يقارب الساعة 11 باتصال من أجهزة الدفاع المدني بإخلاء حالات لطالبات من مدرسة كريمة، وعددهم 5. يوم أمس أسعف إلينا 5 حالات، كانت وضعهم عند الوصول نوعا ما مستقر باستثناء طالبة واحدة أدخلت نوعا ما للعناية المراقبة، العناية الحثيثة للمراقبة لمدة ساعة، ومن ثم استقر وضعها وتم إدخال الطالبات 5 البارحة إلى مستشفى أبي عبيدة، وكان جميعهم بحالة صحية جيدة إن شاء الله والحمد لله. اليوم صباحا تفاجأنا مع الساعة 8 صباحا باتصال من الأجهزة الأمنية، أجهزة الدفاع المدني، كل الشكر والتقدير لهم، بإخلاء ما يقارب 33 حالة اليوم، يعني 5 يوم أمس واليوم 33 طالبة من نفس المدرسة. جميع الحالات اللي وصلتنا اليوم 33 كانت جميعهم حالاتهم مستقرة، تم أخذ العلامات الحيوية لهم وإجراء الفحوصات اللازمة وتم إعطاهم العلاجات اللازمة، جميعهم بحالة مستقرة الحمد لله. من 8 صباحا لغاية الآن تقريبا خرج ما يقارب 15 طالبة، بقي الآن ما يقارب 10 تحت المراقبة، وإن شاء الله بانتظار خروجهم كون صحتهم إن شاء الله جيدة. فيما يتعلق بالخروج، نقل بعض أهالي المملكة بأن هناك حالات غادرت المستشفى ومن ثم عادت مجددا يعني تراجع حالتها، ما هو ردكم على هذا الموضوع؟ بالنسبة ليوم أمس، يوم أمس راجعنا فقط 5 حالات والخمسة تم إدخالهم يوم أمس. هناك بعض الأهالي قالوا بأنه تم إخراج الحالات ومن ثم يعني شعرت الطالبة التي خرجت المستشفى بضيق تنفس وعادت مجددا إلى المستشفى، ما هو السبب؟ يوم أمس أم اليوم؟ اليوم. اليوم جميع الحالات اللي خرجوا بناء على توصية من أهلهم وتم توقيعهم على نموذج الخروج، وحتى لو خرجت الطالبة بناء على أمر ولي أمرها أو المستشفى مفتوح 24 ساعة باستقبالهم وتحت خدمتهم وبأمرهم إن شاء الله. جميع كوادرنا متواجدة والحمد لله. أخ أسامة بجوز أنت شفت بعينك بالإسعاف الطوارئ كان عدد الكادر أكثر من عدد المرضى الحمد لله. كادر جاهز، المستشفى جاهز للاستقبال، ومعظم الحالات الحمد لله. بالواضح دكتور لديكم استعدادات كبيرة لاستقبال مثل هذه الحالات، ولكن الآن السؤال الأهم، ما هو السبب وراء هذه الحالات وهل سيكون يعني هناك حالات إضافية تتوقعون؟ بالنسبة للسبب رجحت تقريبا أنه ممكن يكون استعمال معقم للبيوت البلاستيكية، خاصة كون المدرسة تقع بجوار المنازل، المدرسة تقع بجوار المزارع. بالنسبة لما هي المادة وما هي الإجراءات، يعني من يوم أمس كان جميع الأجهزة الحكومية برئاسة عطوفة متصرف الأغوار الدكتور علي الحوامدي متواجدين بالموقع من يوم أمس لليوم، وما زالوا وإن شاء الله ننتظر الإجراءات الإدارية منهم إن شاء الله.
دكتور، ولكن يعني لماذا الحالات كانت حصرا بالمدرسة؟ ألا يوجد منازل مجاورة؟ ألا يوجد سبب يعني يوضح ربما طبيا أو منطقيا لوجود الحالات فقط في المدرسة؟ اللي تفكر فيه كلياتنا بنفكر فيه. يعني أنا بالنسبة لي بأجزم لك إنه من يوم أمس لليوم جميع الحالات اللي وصلت المستشفى هي فقط طالبات من مدرسة كريمي فقط، مع العلم إنه المزارع في كثير مجاورين، في كثير أهالي ساكنين حوالين المزارع وحوالين المدرسة، لكن الغريب بالأمر إنه الحالات أجت فقط من المدرسة. ننتظر إن شاء الله فرق التقصي شو تكون إجابتها إن شاء الله. دكتور مؤيد شكرا لك. كما استمعنا يعني حسين إلى الدكتور مؤيد اللي تحدث عن الحالة الصحية للذين وصلوا إلى المستشفى وللطالبات، وبحمد الله جميع الحالات يعني حسنة، ولابد من الإشارة هنا لأن الأجهزة الأمنية فتحت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات هذا الحادث ومعرفة أسباب يعني حالات الاختناق لمنع تكرارها، وإضافة إلى محاسبة يعني المتسببين. شكرا. إذا مراسل قناة المملكة أسامة المؤمني، شكرا جزيلا لك.